من مقرأة جامع الملك خالد بالرياض التي ترعاها وتشرف عليها مؤسسة الملك خالد بالرياض، ينطلق هذا البرنامج المبارك، برنامج إسناد. سما فكري مع القرآن وارتفع وحلق في فضاء الحق وانتفع، فبالقرآن نحن العيش في الدنيا وفي الأخرى لصاحبه ذا شفعا. ذلك البرنامج المميز الذي يهدف إلى إقراء الخاتمين والحافظين من خارج منطقة الرياض. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله، تخرجت من برنامج إسناد، وإني أشكر مؤسسة الملك خالد لرعايتها لهذه المقرأة، وأشكر جميع المقرئين فيها. أشكر الله عز وجل وأحمده سبحانه وتعالى أن يسر لي المشاركة في هذا البرنامج المبارك، برنامج إسناد، والذي تنظمه مقرأة جامع الملك خالد بالرياض برعاية كريمة من مؤسسة الملك خالد، وأسأل الله عز وجل أن يبارك وينفع بالمؤسسة وبالمقرأة وأن يجزي القائمين عليها خير الجزاء. لقد سعدت بالمشاركة في برنامج إسناد الذي أقامته مقرأة جامع الملك خالد بالرياض، وفي هذا المقام أتقدم بجزيل الشكر لهذه المقرأة المباركة، كما لا أنسى أن أشكر مؤسسة الملك خالد على ما تقدمه من رعاية ودعم لهذه المقرأة ولغيرها من المناشط الدعوية، جزاهم الله خير الجزاء. أسأل الله أن يديم عليهم التوفيق والسداد في خدمة كتابه العظيم، إنه جواد كريم.